السلام عليكم. جوجل اعلنت الان ان جوجل بارد اصبح ينفع يساعدك في البرمجه، مش مجرد شات بس، لا انت ممكن تقول له انا عايزك تعمل لي حاجه معينه، برنامج معين، فيبدا ان هو يكتب لك الكود. يقول له مثلا انا عايزك تعمل لي حاجه على هيئه عمودين ترصهم، يكتب لك كود باي لغه برمجه انت تقول له عليها. مجرد تقول له اكتب لي البرنامج فهو يبدا يكتب لك الكود، وتبدأ تاخده بقى وتنسخه في المكان اللي انت عايزه. يعمل لي حاجة في جيت هاب فيبدأ ان هو يكتبها لك، يشرح لك كود عندك، تمام. فدي اضافة كويسة جدا جوجل عاملاها. جوجل برضو من التطبيقات بتاعت الذكاء الصناعي القوية اللي واقفة وراها جوجل. يمكن حاليا في عدم استقرار شوية، لان هو ما كانوش مخططين ان هم ينزلوه، بس اضطروا ينزلوا الورق بتاعتهم. لكن مع الوقت ان شاء الله هاخد الجزء بتاعه. تقدر تقول له اكتب لي كود مثلا اس كيو ال، او تكتب لي صلح لي كود في عندك كود فيه مشكله، انقله لي من سي شارب للفيجوال بيزك، من لغه للغه يعني. فدي هتبقى مساعده جدا للمبرمجين.